آخر تسريبات EA Sports FC، والعرب يتركون بصمة بارزة في أهم الألعاب. وكيف تلعب GTA 5 بدولار واحد فقط؟ كل هذا وأكثر في ملخص عالم الألعاب لهذا الأسبوع. محبو ألعاب البي سي وعشاق أكس بوكس، نزف لكم أخبارا سارة. عرض الاشتراك بخدمة الجيم باس يعود من جديد، وبرفقته مفاجأة للمشتركين الجدد، إذ بات بإمكانهم الآن الاشتراك مقابل دولار واحد لأول شهر. ليس هذا فحسب، فاللعبة الشهيرة والمحبوبة GTA 5 دخلت مكتبة الجيم باس مؤخرا، ما يعني أنه بإمكانك الاستمتاع بGTA 5 بالإضافة إلى أكثر من 100 لعبة أخرى بهذا الدولار نفسه. الأخبار السارة مستمرة، ولكن هذه المرة مع محبو بلاي ستيشن. خصومات كبيرة لأكثر من 1000 لعبة في متجر بلاي ستيشن، تضم ألعابا بارزة منها Red Dead Redemption 2، ألعاب Assassin's Creed، The Last of Us Remastered وغيرها الكثير. EA Sports FC 24 تنشر عرضا دعائيا مشوقا للعبة، والمزيد من التفاصيل تنكشف شيئا فشيئا مع اقتراب نزول أهم لعبة رياضية هذا العام. والبداية مع الغلاف الرسمي لنسخة الألتمت الذي يضم مجموعة من أساطير اللعبة، وتوسط نجم مانشستر سيتي إيرلينغ هالاند غلاف اللعبة، مؤكدا تكهنات نجم الغلاف الأساسي الأخيرة. التسريبات لا تتوقف عند هذا الحد، فموعد صدور اللعبة حسب التسريبات سيكون في 29 من سبتمبر. أما نسخة الألتمت فستحصل على 7 أيام من الوصول المبكر بدلا من 3 أيام كما اعتدنا على الإصدارات السابقة. هذا يعني أن الوصول المبكر سيكون في 22 من سبتمبر. وبالنسبة للأسعار، فتشير التسريبات إلى ارتفاع سعر النسخة الجديدة من اللعبة، حيث تبدأ الأسعار من $80 لنسختي Xbox Series X و S و PlayStation 5، الأمر الذي أثار استياء عشاق اللعبة. الإعلان الرسمي قادم هذا الخميس في 13 من يوليو، وسنرى هل تتأكد التسريبات كعادتها أم تكون للصدمة نصيب؟ غلاف لعبة كرة السلة الشهيرة NBA 2K24 تتزين بصورة الراحل كوبي براينت، إحياء لذكراه بعد وفاته المأساوية رفقة ابنته في حادث تحطم مروحية قبل أكثر من عامين. وعلى صعيد آخر، تم الإعلان رسميا عن دعم اللعبة للعب المشترك عبر مختلف المنصات. لا تنسوا، اللعبة قادمة في 8 من سبتمبر، وبإمكانكم طلبها مسبقا من الآن. البطل العربي راشد قادم، فمن خلال فيديو تشويقي أعلنت ستريت فايتر عن وصول شخصية راشد للجزء 6 من اللعبة في 24 من يوليو، ويبدو أننا على موعد مع شخصية شيقة للغاية بحركاتها اللولبية وزوبعاتها البهلوانية. أخبار العرب لا تتوقف عند راشد ستريت فايتر، فالبطل باسم خطف الأنظار هو الآخر في فيديو جديد من Assassin's Creed Mirage. الفيديو ركز على قصة البطل العربي مضيفا خلفية عن شخصيته، البداية صغيرا كلص في شوارع بغداد، وكيف وصل لمرحلة قيادة الأساسنز أو الحشاشين في ريعان شبابه، وتغطي العديد من المواقع التاريخية. أما التخفي والتسلل فهما أكثر ما يميز باسم في هذا الجزء، فالاستراتيجيات والتخطيط هي أهم تفاصيل اللعبة. والأهم من كل ذلك أننا سنكون على موعد مع شخصية مميزة ومختلفة عن أي جزء مضى. إلى ذلك نصل لنهاية نشرة الجيمرز، شاركونا بالتعليقات ألعابكم لهذا الأسبوع، ولا تنسوا متابعة شاي أون تك لمعرفة آخر أخبار عالم الألعاب وأكثر.